بتعمل يوم عقد منطقة توظيفي بالتعاون مع قناة المحور وبرنامج مصر أحلى وجمعية من أجل مصر بالمعادي. كان المنطقة النهاردة في تارجت أكتر من 30 شركة شركات الكبرى في مصر، ودخل المنطقة النهاردة أكتر من حوالي 500 فرد. كانت الوظائف متنوعة على مستوى كل القطاعات، مجالات مختلفة، مهندسين، زراعيين، أطباء، صيادلة، قطاعات أمن، قطاعات مطاعم، قطاعات شركات مختلفة ومتنوعة. النهاردة الحمد لله في ناس كتير توفقت وتقابلت مع شركات، وتم التوظيف الفعلي والتوظيف المباشر مع شركات. وطبعا من بينطبق عليه الشروط والمميزات اللي هو اختارها بيبدأ يتقدم للشركة المناسبة ليه، والشركة بتبدأ تتواصل معه مباشرة بعد انتهاء المنطقة مباشرة. تم بالفعل استلام الوظائف بالفعل، وتم عمل عقود عمل مع الشركات عن طريق الناس اللي تم اختيارها من الشركات. كل الوظائف جدية كاملة جدا، كل الشركات عندها احتياجات ضخمة خصوصا في القطاع الخاص، اللي عايزين ندعو الشباب ان هم يرغبوا في القطاع الخاص، ان هو ده امل اعادة التنمية الفترة القادمة في مصر ان شاء الله. تم التعاون مع البرنامج اكثر من مرة في اكثر من منطقة توظيفي على مستوى محافظات مختلفة، كان اخر منطقة في كفر الشيخ، في منطقة تانية ان شاء الله باذن الله تتعمل الفترة الجاية، هيبقى في منطقة في الفيوم، منطقة في الامارية، ومنطقة في القاهرة، في اماكن مختلفة كتير متعددة. وده طبعا بالتعاون مع الاستاذة وفاء طولان الصديقة المحترمة جدا اللي تعاوننا معها كتير في الفترات السابقة، سواء عن طريق المداخلات التلفزيونية او عن طريق المنطقة التوظيفية، وان شاء الله باذن الله نستكمل الفترة الجاية نقدر نوفر اكتر من 10,000 فرصة عمل مختلفة عن الفرص السابقة. احنا متابعين المرتقيات دايما وبرنامج مصر احلى، ومتابعين مع مدام وفاء، ندخل معاها مداخلات وبناخد ناس من عندكم وبنعين ناس عندنا. بما ان احنا شركه امن، احنا دايما شغلنا بيبقى موظف امن، بناخد ضباط من الشرطه ومن الجيش، وبناخد الامناء من الشرطه اللي هم سايبين الشغل. السن من 20 الى 45، مؤهل متوسط على الاقل، وبنساعد كمان لو هو محو اميه وهو بيعرف يقرا ويكتب. لو هو حضرتك ما عندوش شهاده بعاملين سياسه مجلس اداره عندنا في شركه بنعين 30% يبقى محو اميه، بنقول له هتشتغل بعقد دائم، هتشتغل بتامين صحي، هتشتغل بتامين ضد الحوادث، هتشتغل وهتاخد ليك فرصه للترقي، هتاخد حوافز، لو قعدت اكتر من 6 شهور هنرقيك وهنديك فلوس. احنا محتاجين الدوله تساعد الشباب وتعمل لهم يعني ايه ثقافة عمل، يعني ايه تبتدي في سوق عمل وتشتغل، يعني ايه تقول اللي انا ابتدي حياة وابتدي من اول الطريق مش من نهاية الطريق. انا بشكر برنامج مصر احلى طبعا وعلى رأسهم استاذة وفاء، دايما متواصلين معاهم. انتوا بتعملوا مجهود كويس وانتوا نافذة لينا كمان، يمكن انتوا القناة الوحيدة او والبرنامج الوحيد النافذة لينا اللي احنا بنوصل صوتنا، اللي احنا محتاجين شباب. وعندكم كمان حاجة كويسة، لما بنعمل مداخلة ناس كتير بتكلمنا، وانتوا تقريبا بتدعموهم لانه في ناس منهم بتيجي تشتغل. عمر سمير محمد، بكالوريوس إدارة اعمال، انا جاي ملتقى طبعا عشان اشوف وظائف وظائف يعني اشتغل. بس هو الملتقى طبعا يعني اكتر من رائع، يعني في اكتر من شركه عارضين وظائف كتير جدا، طبعا حاجه جميله جدا يعني. فانا بقدم على قد ما اقدر في اكتر من وظيفه على اساس ان انا الاقي احسن حاجه مناسبه ليا وكده. لا مش شرط حكومه او خاص، المهم ان انا اكون انا بعمل حاجه في حياتي، يبقى في هدف ان انا اصحى من النوم، يبقى في هدف ان انا انزل عشانه. بتابع طبعا قناه المحور وتابع برنامج مصر احلى، طبعا بيساعد الشباب جدا في الوظائف وكده. فطبعا انا شفت الاعلام كده، وصادف ان صادف طبعا ان الملتقى يعني يعتبر جنب بيتي، فطبعا جيت الحمد لله. محتاجين في الحقيقة وظائف كتير، محتاجين كل المؤهلات، محتاجين من أول محو أمية ممكن يشتغل لحد بكالوريوس. بنحتاج تقريبا عمالة كتير، فنيين صيانة، فنيين صيانة سيارات، فنيين غسيل، عمال مخازن، مشرفين على مراكز الخدمة. محتاجين حاجات في الإدارة زي الـ IT، محتاجين محاسبين،
كل المجالات وفي كل التخصصات. المؤهلات العليا ممكن تبدأ من بداية من 2500، ده بيبقوا مشرفين مراكز خدمة صيانة للسيارات، وبنحتاج فيها كمان ناس فريش جراد أو حديث تخرج، بس أهم حاجة إن هو يكون فيه مواصفات الشخص اللي عايز يشتغل. يعني طبعا أنا حابب من برنامج مصر أحلى إن احنا أي حد عايز يتقدم لأي وظيفة تشرفونا إن هو يجي لنا في مقر الشركة ويتقدم الوظيفة، وطبعا مفيش مشاكل. عائشة شباط، بكالوريوس تجارة، واحنا جينا النهارده في كذا شركة وفي اكتر من مكان اللي احنا ممكن نقدم فيه، وبنشكر برنامج مصر احلى استاذة وفاء، لان انا قبل كده اشتغلت برضو تبع البرنامج تبع استاذة وفاء، اشتغلت في مكان قبل كده، التقديم سهل، وهنا بصراحة بشكر الناس كلها اللي موجودة هنا، ناس محترمين، المقابلة كويسة، الدنيا تمام ما شاء الله، التنظيم هايل يعني، وبس كل حاجة كويسة وتمام، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا جينا الملتقى هنا ان احنا بنقدم خدمات كتيرة للناس، بننزل في عدة مواقع وملتقيات بتبقى معمولة برضو كده، بنحاول ان احنا بس ايه يعني نقرب للناس، بنحاول ان احنا نكون لحد نوصل لحد عندهم، بحيث ان احنا لا يعني احنا اللي ندور عليهم. اجمالي الوظائف اللي احنا طالبينها حوالي 450 وظيفة ما بين الهوس زي ما قلت والامن والحاجات التانية اللي عندنا بنقدمها في الشركة، يكون في تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وينزل لهم رصيد اجازات سنوي، بيكون لهم اجازة اسبوعية، بيكون لهم زيادات سنوية، في حركة ترقيات بيكون لهم برضو. السن عندنا في بعض المواقع بيبقى مفتوح لحد 50 سنة، في مواقع تانية بيشترط ان السن يبقى مثلا من 19 لحد 35 سنة، ما يتعداش السن دون، وده بيبقى على حسب طبيعة المواقع اللي موجودة. يعني في مواقع لازم يكون موجود فيها شباب بطبيعة شغلها وطبيعة العمل فيها لازم يكون شباب. عايز اوضح للبرنامج مصر احلى ان انا يعني بشكر الاساتذة وبشكر الاستاذة وفاء وبشكر حضرتك طبعا، يعني مش اول مرة ان احنا فعلا نتعاون معاكم او تتعاونوا معانا في موضوع التوظيف ده، وكنا عملنا كتير من المداخلات قبل كده، ساعدتنا فعلا ان احنا نحصل على كتير من الشباب وان احنا نوفر لهم فرص عمل جدية، والمرتب بتاعهم شايف ان هو بيكون برضو مناسب وملائم معاهم. اسماء نبيل صالح، بكالوريوس نظم معلومات ادارية، جاي النهاردة ان شاء الله ما شاء الله تنظيم زي الفل وحاجة كويسة، وجايين ندور على كذا فرصة عمل ان شاء الله لقينا حاجات كويسة والمكان ناس محترمين. جاي اقدم لاحمد معهد كمبيوتر ودبلوم صنايع لحاء. انا اتصلت بيه في التليفون اهوت وقال لي يما قدمي لي وانا وشوفهم طالبيني، وخد الورق المؤهل بتاعي كله وديه وشوفهم طالبيناه وانا اخد اللي هم عايزينه واروح لهم بيه. قدمت له الحمد لله وقضت الحمد لله، بس ربنا يجعل فيه الخير ويتقدم ويقبل بقى. البلد مش هترتفع غير بالشباب، واللي جاي للشباب، ومصر الامان والامن بالشباب. احنا لما عرفنا ان في ملتقى توظيفي تم الاتصال بالمجموعه اللي مجهزه المؤتمر، وساعدنا اولا في موضوع ان احنا نوعي الناس، الشباب كلهم ساعدوا ونزلوا هم بذاتهم علقوا يفط في الاماكن المختلفه في منطقه البساتين والمعادي، والحمد لله كان في عدد محترم جدا ومبشر بالخير للشباب، وخارجين كل الشباب مبسوطين جدا من مدى المصداقيه للشركات. واحنا بنشكر برنامج مصر احلى والاستاذه وفاء المذيعه. مصر احلى وبشبابها احلى ان شاء الله. مصر احلى.